وصف الهجوم أي هجوم حزب الله على إسرائيل بأنه رد على اغتيال القيادي لدى حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. بذات الوقت وصفت هذه العملية بأنها مرحلة أولى، ماذا ننتظر؟ أولى، ماذا نعم. نتوقع سيد طارق؟ أنا بنتظر بصراحة مزيد من التصعيد، لأنه اليوم الإيرانيين لن يردوا كإيران، لن ترد إيران، أنت بتعرف لن ترد إلا في ميليشياتها في المنطقة. فبالتالي أنا بعتقد أنه التصعيد سوف يكون سيد الموقف، لأنه اليوم قرار حزب الله وقرار إيراني، وإيران سوف يعني مبين المؤشرات أنه أعطت حزب الله القرار بالتصعيد. وأيضا بانتظار الجميع خطاب الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت، خطاب أمين عام حزب الله، لنشوف ماذا سوف يقول وأيضاً ماذا سوف يعلن، لأنه كمان في عند إعلان البيان بأنه يوم أمين عام سوف يتكلم، فإله يوجد أيضاً عدد من القرارات سوف يعلنها أمين عام حزب الله. فبالتالي الجميع ينتظر الساعة 6 مساءً، وأيضاً لما يبدو القرار الإيراني أخذ بأن يتم التصعيد في الجبهة اللبنانية وعلى الساحة اللبنانية، وأيضا الخوف من انزلاء المنطقة في هذه الحرب، لأنه نعرف نحن اليوم كمان حكومة الكيان الصهيوني هي حكومة كمان يعني مفترسة مجنونة، وشفنا شو صار اليوم في غزة، وأيضا هي كمان يعني لا ترد ولا على القرارات الدولية ولا على أي دولة عم تناشدها أنه أوقفي الحرب. فبالتالي نحن في مواجهة صعبة جدا بين الإيرانيين والإسرائيليين والأمريكيين والمجتمع الدولي كله على الأرض اللبنانية. للأسف الخوف أن لا تتطور الأوضاع أكثر، لأنه كمان نحن مثل ما قلنا بأزمة اقتصادية جدا، اللبنانيين غير قادرين أن يتهجروا أكثر من منازلهم، غير قادرين أن يفقدوا منازلهم، لأنه هن بوضع اقتصادي صعب جدا.